ايضا ايها السادة اللقاء في انبهار يحضره اذاعة القرآن الكريم المصرية واعلام جمهورية مصر العربية كما حضر الان القائد محمد فتح الله بيبرس قاري الاذاعة والتلفزيون العربي قاري جمهورية مصر العربية وكما حضر ايضا الداعية الاسلامي الكبير الشيخ عثمان امين خطاب وكما حضر ايضا فضيلة القاري الشيخ صابر احمد عيد ايها السادة لا اريد ان اطيل على حضراتكم لانني ارى اشكر ايضا باسم جميع عائلات هجرس وجميع عائلات شبرا النخلة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية السادة الضيوف الحضور اصحاب الفضل والادب والواجب في كل مكان كما اشكر ايضا جميع القيادات الامنية وجميع القيادات التنفيذية وجميع القيادات السياسية وجميع القيادات الشعبية شاكرا ايضا الى السادة اصحاب الفضل والادب والواجب في كل مكان مهندس محمد الهادي شاكرا ايضا الى مصور هذه الليلة الذي ينقلها لنا كل صباح وليلة عبر اسير شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت ضارب المهندس ناصر صلاح شاكرا ايضا الى منتقر الاذاعات الخارجية والصوتيات الحديثة المتنقلة عبر المحافظات ضارب الحاج عاطف درويش واولاده المهندس محمد عاطف درويش المهندس عمرو عاطف درويش المقيمين بعزبة أباظة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية أيها السادة سهل الله له به طريقا الى الجنة فهيا بنا اخوة الايمان والاسلام لنعطر المكان ونعطر الاذان مع ذلكم العلم علم اذاعة القرآن الكريم المصرية والمتحدث الرسمي باذاعة القرآن الكريم المصرية واستاذ ورئيس قسم الاعلام بجامعة طنطا والمتحدث الرسمي باذاعة القرآن الكريم المصرية الداعية الاسلامي الكبير الاستاذ الدكتور عبد الحكم ابو حطب يتفضل مشكورا خالق كل شيء خلق الأشياء وجملها بشيء منها فخلق السماوات وجملها بالعرش والكرسي وخلق الجنات وجملها بالفردوس الأعلى وخلق الملائكة وجملها بجبريل وخلق الأرض وجملها بالكعبة وخلق النياق وجملها بناقة صالح الناس اللي قاعدة ورا يا ريت تكملوا الكراسي اللي فاضية اللي قاعد ورا يد الله مع الجماعة من الاول يا عم ناصر وما تقطعش
الله خالق كل شيء. اسمعني يا شيخ عثمان مولانا الشيخ محمود. فخلق الأشياء وجملها بشيء منها. خلق السماوات وجملها بالعرش والكرسي. خلق الجنات وجملها بالفردوس الأعلى. خلق الملائكة وجملها بجبريل. خلق النياق وجملها بناقة صالح. وخلق الكلاب وجملها بكلب أهل الكهف. وخلق الهداهد وجملها بهدهد سليمان. وخلق البقر وجملها ببقرة بني إسرائيل. وخلق الأيام وجملها بيوم الجمعة. وخلق الليالي وجملها بليلة القدر. وخلق الشهور وجملها برمضان. وخلق البشر وجمل البشر بسيد البشر محمد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. هكذا كان يقرأ القارئ وهو يقرأ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. قلت الحمد لله إن سيدنا النبي محمد مش أبونا. واحد يقول لك يا راجل حرام عليك، ده المفروض يكون ايه أبونا. لو كان أبوك هيفر منك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما كان محمد أبا أحد. تعال يا سيدي ومعي حفاظ القرآن وأهل القرآن والعلماء. اسمعوا يا أهل القرآن، واسمعوا يا أمة القرآن، فقد قرأت القرآن كله وبحثت في القرآن كله فلم أجد نبيا أمرنا الله بالصلاة عليه إلا النبي محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي بالألف واللام. ولذلك يقول عبد الرحمن بن عوف: قلت لأعملن اليوم بوابا عند رسول الله. هروح اشتغل بواب عند النبي. عبد الرحمن بن عوف راح بيت النبي، قالوا له خرج منها هنا. قال الله، يبقى ضاعت ايه يا رجاله؟ شغلنا ضاعت. راح على المسجد، قالوا له خرج منها هنا. يقول: فخرجت خلفه فنادى وقال: يا ابن عوف، قلت لبيك رسول الله. قال: لتعملن اليوم بوابا عند رسول الله. فمن الذي اخبره؟ اتوحدوه. الحديث في البخاري ومسلم. اسمع يا مسلم، السيدة عائشة تقول: كانت ليلتي، النبي كان نايم عندي، فلبس ثوبه رويدا. لبس الجلابية بالراحة من غير ما يعمل قلق. ونعله رويدا. وفتح الباب رويدا وخرج رويدا. فاختمرت رويدا، لبست الخمر بتاعي وثوبي رويدا، وسرت خلفه رويدا. فذهب إلى البقيع ورفع يده إلى السماء ثلاثا، ثم انحرف فانحرف. اتدور على البيت، أنا اتدورت. فأسرع فأسرعت، ففتحت الباب رويدا ونمت على فراشي رويدا. فلما دخل وجد صدري رابيا. عارفين الرابيا يعني ايه؟ طالع نازل. قال: ما لك يا عائش؟ في ايه؟ قلت: لا شيء يا رسول الله. ما لك يا عائش؟
قلت لا شيء رسول الله. قال إما أن تخبريني أو يخبرني الله. ولذلك قال له يا ابن عوف لتعملن اليوم بوابا عند رسول الله. فدخل نخلا. عبد الرحمن بن عوف روي الحديث، النبي دخل جنينة كلها نخل، فاستبطأت رسول الله، قعد ساعة اتنين تلاتة جوه مش عدته، فدخلت فرأيته ساجدا، فوقفت عند رأسه فقال ما لك يا ابن عوف؟ قلت خفت ان قتلت او خطفت او قبض. القبض الموت الطبيعي، القبض عن طريق واحد اخر، او خطف. قال يا ابن عوف نزل علي جبريل وقال يا محمد من صلى عليك مرة صلى الله عليه 10 مرات ورفعه في الجنة 10 درجات ومحى عنه 10 خطيئات وأعطاه 10 حسنات فسجدت شكرا لرافع السماوات. قرأت القرآن كله فلم أجد نبيا أمرنا الله بالصلاة عليه إلا النبي محمد. قرأت القرآن كله وبحثت في القرآن كله فلم أجد نبيا وصف الله أخلاقه بالعظمة إلا النبي محمد، وإنك لعلى خلق عظيم. ومن أخلاقه العفو. يا أمة العفو، الله قال ليحيى خذ العفو، ولأنبياء بني إسرائيل قال ليحيى خذ الكتاب بقوة، ولأنبياء بني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة، وقال لحبيبه محمد خذ العفو. أمرني ربي بتسع أوصيكم بها، هو القائل. أمرني ربي بتسع أوصيكم بها، هي أمرني بالإخلاص في السر والعلن، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني، وأصل من قطعني، وأعطي من حرمني. قرأت القرآن كله فلم أجد نبيا وصف الله أخلاقه بالعظمة إلا النبي محمد. قرأت القرآن كله وبحثت في القرآن كله فلم أجد نبيا جعل الله أزواجه أمهات للمؤمنين إلا النبي محمد. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أختم كلامي لأسمع إلى أخي فضيلة الشيخ عثمان خطاب، ولا نطيل، يعني يا ريت كل قارئ ربع ساعة تلت ساعة مش ساعة ولا دقائق لنستفيد أكثر من العلماء ولنستمع أكثر إلى السادة القراء. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا على الحوض مع سيدنا رسول الله. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. قدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء.
نشكر إلى فضيلة العلامة المفوه أستاذ الدكتور عبد الحكم أبو حطب على هذه الكلمة الطيبة المباركة. نشكر لمن أتى من السادة الأعلام أعلام دولة التلاوة بمركز ومدينة بلبيس، سيدنا الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، سيدنا الشيخ محمد فتح الله بيبرس أستاذ القراءات والروايات وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي الذي سعدنا بسماع تلاواته في الأمسيات الدينية، وننتظره بإذن الله في قرآن الفجر. سيدنا الشيخ صابر أحمد صابر عيد.